شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الاولى والثانيه بتقدم نادي الاتحاد 35-26. الاهلي كان ماشي كويس جدا لغايه اخر دقيقتين في الشوط الثاني، قادرين على التعويض ان شاء الله. لسه فتره ثالثه ورابعه، 9 بونت مش كتير، ولكن لابد ان الفرقه تعرف اخطائها، واكيد ده اللي هيحصل بين الشوطين في وجود مستر اجوستي بوش ان شاء الله في غرفه الملابس. برحب بضيوفي للمره الثانيه، كابتن نبيل اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن سلعاوي، منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. انا شايف حضرتك بتكتب كلام كتير يا كابتن، معلش ممكن تقوله لنا بقى على الهواء؟ اتفضل يا كابتن سلعاوي. هو الفرقتين بداوا باللعيبه الاساسيين او الخمسه اللي هم بداوا بيهم الجيم اللي فات، لاعبي الاهلي ولاعبي الاتحاد. كان في بدايه جيده جدا من الاهلي، كان بيقابلها دفاع من الاتحاد. دفاعات الاهلي النهارده كانت اقوى من المباراه الماضيه، وخاصه في المان تو مان. المباراه مقفوله قوي بين الطرفين بدليل السكور 35-26، وش في شد عصبي واضح وشد بين اللعيبه وتركيز اكتر ما من اللازم. في اكتر من لاعب، يعني في سمحان كان على فترات كويس، عيسى شويه على فترات يبقى كويس، عمرو الجندي شويه، ايهاب امين شويه. لكن اللي بيحصل ان فريق الاتحاد السكندري طارد اللعيبه بتاعتنا بره الثري بوينت، ففيش اتصال ما بين البوينت جارد والسناتر اللي تحت الباسكت. نعم. هم بيلعبوا لعبه بيلعبوا اللي هو جيف اند جو، او اللي هي باس ورجع للكوره، وبيقدر يستفيد منها بيحط لياب سهل. يعني احنا تميزنا في الشوط الاولاني والثاني في السكند شوط، قدرنا نجمع ريباوند اكتر من مره في كور يعني مرتده على الباسكت. الاتحاد انا شايفه انه في اخر دقيقتين بالذات او في معظم البتاع بيلعب بذكاء جدا، وبيلعب على اللعيبه اللي ممكن تجيب باسكت في الوقت ده نتيجه لتاخره في النتيجه. لكن احنا متعودين من فريق النادي الاهلي ان الثالث والرابع بيبقى شكل مختلف، وهو التركيز بيبقى في الثالث والرابع، زائد ان احنا النهارده دفعنا احسن، يعني احنا دفعنا احسن، الروح احسن النهارده جدا. مش يعني ما فيش اخطاء كتيره الا بعض شويه تيرن اوفر من اللعيبه، اعتقد لو جت الاحصائيات هيبقى في كم ان شاء الله كبير. كابتن نبيل، اكيد عند حضرتك ما تقوله عن الفتره الاولى والثانيه. احنا ابتدينا كويس جدا في الفتره الاولى، كان في يعني تقريبا كان في حاجه خططيه ان احنا ننزل الكوره لعمر طارق بحيث نقدر ان احنا نستنزف قوة اللعيبة الارتكاز بتاعة الاتحاد ونعمل ونلبسهم فاولات. المشكلة ان عمر لبس فاول، يعني لبس فاولين فيهم فاول ملوش لازمة خالص، الفاول التاني بتاعه عاشور كان ممكن ما يعملوش، خاصة ان هو عارف ان هو وجوده مهم. ومع ذلك مشينا في بقية الكوارتر الاولاني تقريبا ايكوال 16-12. مع بداية الكوارتر التاني لا، الاهلي لعب كويس، استحوذ على بعض الهجمات المرتده، بس كان برضو في مشكله الطول تحت الباسكت بتاعنا كتير، هم حطوا بساكت من تحت الباسكت لفرق الطول في الريباوند او في تنزيل الكره للطوال، دخول وتنزيل الكره للطوال بتوع الاتحاد. تقريبا لغايه الدقيقه 7 كنا 27-26. نعم. من الدقيقه 7 الكوارتر الثاني للدقيقة عشرة. يعني لغاية الدقيقة 10 احنا بقى السكور 35-26، وده للسربعة. عايزين نعلى وعايزين نعوض، فكنا متسربعين في انهاء الهجمات. فما كانش فيها يعني ذكاء من اللعيبة ان انا امسك الملعب وامشي ايكوال، او على الاقل اخرج بالنتيجة دي، فرق البونت فرق كده لغاية الكوارتر الثالث. كابتن نبيل، برضو ما زال مسلسل البلوكات اللي بناخدها مستمر، اللعيبه بتخش في حضن السناتر. كلامك بناخد مزبوط. بلوكات صح. كتير جدا، عمرو زهران ومعداوي وهاب امين. وهاب امين يعني الموضوع ده لازم يبقى له حل. النهارده انا ما ينفعش اعمل درايف وانا عارف ان انا رايح في حضن السنتر. ما هو الشيء الطبيعي يا كابتن هيثم ان انت بتعمل درايف وبقف قبل السنتر الطويل لباص لشوط، لكن انا ما بروحلوش. حلها عيسى شويه، يعني عيسى كان اذكى بدي لما لاحظها، بقى يدخل وكذا مره يباصي المعداوي او لكيجو.
فحلها. بس يعني المفروض بقيه اللعيبه كانت بقى اللعيبه صح يا كابتن، هو عيسى بقيه اللعيبه لازم تاخد بالها بقى يرميها بدري وبيحطها كويس. انا مش هدخل اشحت فاول وارمي نفسي وفي الاخر اقول فاول، لا يعني عم زهران في الاول عملها مرتين ودي تيرن اوفر وعمل برضو او محاولاته وبتتحسب يعني بتحسب عليك في الاحصائيات. وهاب امين عملها مرتين. عندك مين كمان يا كابتن دخل خد بلوكات؟ ما هو ايهاب امين وعمرو زهران وحتى عيسى ومعداوي كمان، وحتى عيسى في الاول برضه دخل دخلتين. محتاجين نهدى يعني ونشغل دماغنا شويه. الموضوع مش صعب، لازم نلعب بالذكاء بالظبط. يعني النهارده في كره عيسى بيعلقها لمعداوي راح واخدها ونازل، طب ما تلعبها اليوم على طول هم قفلوا مع عليا لا فوق. الاتحاد في اخر يعني اخر ثلاث دقائق بالذات في الشوط الثاني اللي احنا وقفنا فيهم عند ال 26 نقطة لعب بذكاء فعلا. يعني انا لعب بذكاء وعرف يوصل الكورة للعيب اللي بيعرف يحط باسكت، وبقى يلم اللعيب بيخش يلم الناس عليه ويديها للطويل تحت الباسكت، لا ياخد باسكت وشوطة وان مور او شوطة زيادة او هو بيحطها باسكت. ف يعني هو قابل التكتيك اللي احنا عملناه، بحيث ان احنا يعني انا اعتقد ان السيناريو بتاع التكتيك بتاع ان الكره تنزل لعمر طارق يلبس فاولات او ياخد ده انتهى بخروج عمر طارق. صحيح، وكان في الاول باين عمر طارق بيتلعب عليه انسايد بشكل مستمر ومركزين ومركزين على رجعنا تاني. وكمان في حاجه غريبه برضو، ليه الاصرار الغير طبيعي لتاتا بونتو؟ يعني النهارده احنا اصرار ده في هجمه اتشاط فيها خدنا وبناخد سكند شوت كتير جدا. يعني بنخش نلم الكره في السكند شوت ونطلع. انا بقول لك كابتن هيثم الاتحاد لعب بذكاء، ان هو اصلا متخصص في الثلاثه بونت، وبرغم ذلك لو جيت حد قليل جدا شوت الثري بوينت اللي اتشاط عنده، واللي اتشاط هتلاقي نسبته قريبه جدا لانه شوت فاضي. وبيلعب الانسايد على قوه الضربه ليه، هو النهارده بيلعب بذكاء عايز يكسب الجيم فبيلعب على قوه الضربه ليه. لكن احنا متسربعين زي ما قال الكابتن نبيل في الثلاثه بونت في الشوط بصفة عامة، أو الدخول واحد على اثنين ثلاثة. يعني احنا قلنا يبقى في جري، بس جري في خطوط، جري بنظام، جري بسيستم. النهاردة واضح كويس قوي ان الحكام شافوا اخطاء المباراة اللي فاتت، لان النهاردة هم شايفين اللي بيعمله يوسف شوشة كويس جدا، ودارسين اللي حصل من يوسف شوشة الماتش اللي فات، وهو حاول يكرره لما نزل. وهو على فكره يوسف باسلوبه ده بيضر فرقته على فكره مش بيفيدها. حته الضرب والكعبله والشنكله والزق والحاجات دي كلها احنا يعني حاجه جديده على الباسكت. انا في رايي التحكيم النهارده مقبول جدا. يعني بصراحه لا يعني لحد دلوقتي لحد نهايه الكوارتر بالرغم ان احنا متاخرين يا كابتن نبيل، بس بنقول في خطا متقبله. طيب يعني الحمد لله احنا مش بنهاجم من باب المهاجمه بس. لا لا يعني لا. يعني احنا بنقول ان النهارده في اخطاء في التحكيم ولكن مقبوله. يعني حتى النهارده كان في كور بتتعمل امبارح المباراه اللي فاتت هم النهارده بيحسبوها فاولات، المسك من الوسط والسحب والشنكله بالزبط. والحاجات دي لا الحكام شايفينها وبيحسبوها. بس احنا اخطانا اكتر من الحكام، احنا متنشنين يعني احنا ايوه في شد عصبي زي ما احنا قلنا، ده مخلي نسبنا وحشه. يعني احنا مش نسبنا كده، نسبنا يعني عصب. كل اللعيبه بالذات في الثري بوينت لا احنا نسبتنا مش كويسه خالص النهارده في الثري بوينت، شوطنا كتير وشوطنا كتير يعني فاضيين ومع ذلك ما جبناش. طب كابتن انا جات لي احصائيات الفتره الاولى والثانيه، خلينا نستعرض سريعا في دقيقه او اتنين النتائج يا كابتن. وطبعا هناخد مثلا نسب الفرقه كتوتال، مش هتكلم على لعيب لعيب. هناخد النادي الاتحاد الاول، نادي الاتحاد في الفيلد جول كله نسبته 36%. 36% احنا في الفيلد جول 23%، نسبه قليله جدا جدا. طب هاخد 3 بوينت التصويبات الثلاثية احنا نسبتنا 30%، شايطين 10 جايبين 3، لا انا اسف نادي الاتحاد نسبته 30% نسبة عالية، شايط 10 جايب 3 احنا نسبتنا 20%. لا لا احنا شايطين 15 كورة كتير. ايوه ما هو لسه كتير 15، يبقى هتشوط زيهم الشوط التاني. جبنا كام كابتن هيثم؟ 15 3 نسبتنا 20%. هناخد مثلا الفري ثرو الرمية الحرة مثلا، هناخد الفري ثرو احنا نسبه الاتحاد 61.5%، نسبه وحشه. احنا بقى رحنا معلين كمان على الاتحاد نسبتنا 50%، فري ثرو اقل. 6 جايبين شاطين 6 جايبين 3، نادي الاتحاد شايط 13 جايب 8، نسبته 61% اللي هي وحشه اوريدي، احنا نسبتنا اوحش 50%. الريباوند ده برده مؤشر مهم جدا يا كباتن، احنا النهارده عندنا توتال ريباوند 25، الاتحاد السكندري توتال ريباوند 30، برده الاتحاد ما زال متفوق في الريباوند. مع ان احنا عملنا سكند شوت كتير. البلوكات بقى البلوكات عندنا في الديفنسيف ريباوند هو اللي ما كانش كويس. نعم
البلوكات. نادي الاتحاد عامل 3 بلوك علينا، احنا عاملين زيرو بلوك، زيرو بلوك، ما فيش ولا بلوك على نادي الاتحاد، يعني اللي عملنا لنادي الاتحاد. احنا سكورنا كله التوب سكورر عندنا 5 بونت اللي جايبهم مروان سرحان، 5 بونت، بعد كده 4 2 3. نادي الاتحاد التوب سكورر 8 بونت من غير ما اشوفه كده، اكيد هيثم كمال، هيثم كمال. يعني طبعا محتاجين نركز، ارقام ما زالت قليله وارقام ما تضمنلكش المكسب، ولكن محتاجين تاني نعلي ارقامنا. اتصور اخر دقيقتين هم اللي نزلوا ارقامنا بالشكل الفظيع ده، ولكن محتاجين نتراجع تاني. ارقام الاتحاد اقل من المباراه اللي فاتت، بس محتاجين ان شاء الله نرجع تاني للمباراه. خلاص لحظات وتنطلق المباراه مره اخرى او تستأنف المباراه، هنروح لصاله برج العرب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان اللي حضراتكم الفتره الثالثه والرابعه الاهلي والاتحاد. فالى هناك.